يقول السائل: ما حكم بلع النخامة للصائم عند السادة المالكية؟ هذا السائل يسأل عن حكم بلع النخامة والنخاعة والبلغم الذي يخرج من أنف الإنسان أو من صدره ويجتمع في فمه. النخامة والبلغم لا يفطر إذا بلعه الصائم في القول المعتمد في المذهب المالكي، كما نص على ذلك الدردير في الشرح الكبير والخرشي في شرحه على مختصر خليل وغيرهما. فمن بلع البلغم أو النخامة مطلقا، سواء غلبه ذلك أو أمكنه أن يطرحها وصلت إلى طرف لسانه أو لم تصل، فالصواب أن صومه صحيح ولا شيء عليه، لأن هذه النخامة والبلغم كالريق يشق ويصعب الاحتراز منه، والبلغم ليس بطعام ولا شراب، فحكمه كحكم الريق الذي يزدرده الإنسان ويتجرعه ويصل إلى لهاته وإلى جوفه. وهذا هو القول الذي اختاره العلماء في المذهب المالكي. يقول الإمام أبو الحسن اللخمي: لا شيء في البلغم إذا نازل على الحلق. ويروى ذلك عن ابن حبيب وعن ابن القاسم. بعض الناس في نهار رمضان يتكلف إخراج البلغم فتجده في مشقة وحرج طيلة النهار، كلما اجتمع هذا البلغم وهذه النخامة في فمه إلا واضطر ليبصقها وليلفظها، ويتكرر ذلك منه مرات فيقع في حرج ومشقة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا مانع ولا حرج من بلع البلغم وبلع يعني النخامة، لا مانع في من بلع البلغم والنخامة عند الفقهاء، لأن الاحتراز من ذلك فيه مشقة وحرج، والعلماء يقولون المشقة جالبة للتيسير، والشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج على الناس. الخلاصة أيها السائل أن النخامة لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا شراب، بل هي كالريق الذي يبتلعه الإنسان طيلة نهاره، ولأن القول بأنها تفطر يوقع الناس في المشقة، لأن ذلك يتكرر من الإنسان مرات عدة في نهار رمضان، والله أعلم.